في البيت حلت والبركات في البيت حلت الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعاية بالصبر ما تعبوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل السيدات وكل الأنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات. في المعدة بالذات زي ما تعودنا يتجدد معكم اللقاء لأتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات، وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات، نقدم كل ما هو جديد ومفيد وسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد. لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد، هنا وهنا بس في بشرة خير هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة، وعد ان ده اكيد. في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على ارقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة، ويمكنكم التواصل معنا عبر رسائل SMS او التواصل مع صفحة البرنامج على الفيسبوك، حيث نقوم بتجميع الكم الكبير من الرسائل الذي يصل والاجابة عليها في فترات لاحقة ما لم نكن قد اجبنا عليها مباشرة في حينه. حقيقة فوق عن 50 تساؤل، ارجو ان اكون رديت على معظمهم. في بس الرسالة الطويلة دي، انا قلت ان الرسالة الطويلة مش هنقولها هنا، لكن دي الرسالة فيها اخطاء طبية كتيرة، فاحنا عايزين نسمع كده. يعني ان انا عملت اشعة مقطعية وسمعت ان الاشعة المقطعية تسبب اجهاض، لا طبعا، واذا ما حصلش حمل الدكتورة قالت لي هنعمل تسليك للانابيب، وده طبعا كلام مش مظبوط. وبعد التسليك بشهر وصلت الحمل في اخر التالت، عملت لي سونار قالت لي الجنين لازم ينزل عشان الجمجمه ما اكتملتش، وبعديها عملت لي اجهاض ودخت في الاخر، طلبت مني اشعه بالصبغه، والدكتور قال لي الانبوبه الشمال شاكك ان فيها انسداد اصل مش باين. المهم كتبت لي منشطات، طلعت حامل، استمر الحمل شهرين، قال لي تحليل الحصبة الالماني، الميكروب بتاعك ده هيديكي علاج عشان نسبته عاليه. ده تحليل الحصبة الالماني دي لا تمثل اي خطر، واللي بيتعمل ده تحليل لاجسام المضاده، وهي ليست سبب للاجهاض، ومحدش يجهض عشان التحاليل دي. يعني مجموعه من المشاكل كده. انا عندي مشكله، دي رساله تانية، اجريت منظار بطن لانسداد قناه فالوب من ناحيه الرحم، فتم التعامل مشكله الانسداد والالتصاق الخفيف الموجود بالانبوبه، تم اكتشاف ورم ليفي صغير. شوفوا دايما الفاظ دكاتره النساء، انسداد بسيط، التصاق بسيط، ورم ليفي صغير، دايما دكاترة النساء يحلوا الكلام كده بطريقة جميلة جدا، كلها خداع طبعا يعني. ونفس التوقيت لا تأتي فلا تنتهي، في ألم شديد مع الدورة لا ينتهي إلا بمسكن، هل هذا الألم ده تقريبا من عمر ورم ليفي من 3 سنوات، مع العلم أنه لا يوجد لدي اندومتريوز ولا كيس شوكولاتة. أولا كون ان حضرتك بتقولي لا يوجد لديك، معرفش جبت هذه القوه منين. وانا عايز ابلغ حضرتك ان 50% من السيدات اللي عندهم اورام ليفيه وما بيحملوش عندهم بطانه مهاجره، وعمل منظار لا يمكنه الاكتشاف البطانه المهاجره ليس معناه ان المرض ليس موجودا، ولكن معناه ان من اجرى المنظار فشل في اكتشافه. فبدل القوه اللي حضرتك بتكلمي بيها اللي ما يقدرش استاذ نسا يقول ان ما عنديش دي، الحقيقه يجب ان ذهابك لمتخصص يقول الحقيقه. معانا اتصال تليفوني، الاتصال انقطع. برضو هنا اسماء بتقول لي 9 سنين متزوجة وتعبت عن الدكاترة، ورحت للدكتور قال لي عندك كيس دهني، مفيش حاجة في الطب اسمها كيس دهني على المبيض، الاكياس على المبيض كيس مية او كيس دم او كيس انسجة، اي حد يقول لها كيس دهني قولي له لو سمحت مفيش كلام كده وقول لي انا عندي ايه. طلعت حامل وخدت حقن تثبيت وهرمون الحمل الرقمي طلع 275، والنسبة كده كويسة ولا ضعيفة؟ ضعيفة. معانا اتصال تليفوني. الو. ايه يا فندم. معلش يا دكتور عادل صوتك ضعيف، انا مش سامع خالص. انا سامع حضرتك، حضرتك اتفضلي اتكلمي. انا بس الموضوع ان انا من 3 سنين كان في حمل خارج الرحم وشلت القناة. ايوه. وبعدها نعم اتفضلي. وبعدها عملت اشعه بالصبغة عشان يطمن على القناه الثانيه طلعت تمام ما فيهاش حاجه كويسه. بس هي المشكله ان انا ساعه ما عملت العمليه لغايه دلوقتي البريود كل ما تيجي ممكن تقعد 10 12 يوم. طبعا الموضوع ده مأثر على ظهري جدا، مش قادره. اما بروح اكشف عند الدكتور يقول لي ما فيش حاجه، الموضوع طبيعي، يعمل لي سمار، ما فيش اي حاجه خالص.
الايام اللي فاتت دي كانت البيرو تيجي تقعد 8 ايام 9 ايام وبعدين يومين ثلاثه مفيش حاجه كده، الاقي افرازات غامقه جدا لونها بني، يعني ممكن تبقى اسود يعني، وكميات كبيره جدا ما اقدرش على اي مجهود. فانا مش عارفه ده ليه علاقه بالعمليه ولا انا في حاجه او كده، مش عارفه. ايوه حاضر. ممكن بس انا هتابع حضرتك من التلفزيون عشان تمام. بس انا حاجه اولا دي مشكله كبيره، ست حصل لها حمل خارج الرحم. تاني، الحمل خارج الرحم مخادع في تشخيصه وقد يخادع اي من الاطباء. الحمل خارج الرحم اذا تم تشخيصه مبكرا بواسطه طبيب ماهر كان يمكن علاجه بحقنه، اما اذا تاخر التشخيص شويه فالعلاج الامثل هو عمل منظار. المنظار لازاله الحمل خارج الرحم بيدينا ميزات، انك تشيل الحمل وتسيب الانبوبه وتسيب الانبوبه تعمل وتسيب الانبوبه الثانيه كمان صالحه ومفيش التصاقات حواليها. اما فتح البطن فهو خراب من كل الاحوال، فتح البطن هيزيل الانبوبه فالست فقدت انبوبه من انابيبها، نمره 2 هيحدث التصاقات حول الانبوبه الاخرى ويقلل كفائتها بنسبه كبيره. الاشعه اللي بالصبغه اللي حضرتك عملتيها عشان تبين الانبوبه الثانيه سالكه ولا لا، والاشعه اللي بالصبغه حاسمه تماما في قرار الانبوبه سالكه ولا لا، لكنها ليست حاسمه على الاطلاق في وجود التصاقات حول الانبوبه او لا. فكتير جدا من الدكاتره هيبصوا في الاشعه بالصبغه بتاع حضرتك ويقولوا لك ممتازه ويكون حوالين الانابيب التصاقات شديده، لان الاشعه اللي بالصبغه لا تدرك الالتصاقات بدرجه عاليه. وهذه هي مساوئ فتح البطن لعلاج الحمل خارج الرحم، ويجب الذهاب بمجرد تشخيص الحمل خارج الرحم لمتخصص في المناظير، لان اللي هتعمل عمليه بالمنظار لحمل خارج الرحم سيوفر عليها الاف مؤلفه من جنيهات ستصرف بعد كده ل علاج وحقن مجهري. الوقت الاعراض اللي حضرتك بتشتكي بيها دي اعراض احتقان الحوض، واعراض الحوض الاحتقانيه قد تشير الى وجود بطانه مهاجره وقد تشير لوجود التصاقات في الحوض، وهذه الاعراض كلها لا تكتشف الا بمنظار. مطلوب من حضرتك عمل منظار لبيان ما احدثته الجراحه السابقه من مشاكل وعلاجها محاوله لحدوث الحمل. مدام من ليبيا، عمري 27 سنة، بقالي 5 سنين لم يحدث حمل، تكيسات على الموبايل، زوجي عند دوالي لم يحدث تحسن في تحليله، عملنا حقن مجهري طلع 6 أجنة كويسين، رجعوا لي 2 من 4 جمدناهم، لم يحدث حمل، ماذا تنصحني؟ ارجعي الأجنة المجمدة ثم أعيدي المحاولات لأن تحليل الزوج لا يسمح بحدوث حمل طبيعي. أنا من أسوان، كنت عايز أبعت أسطوانة المنظار للدكتور، يا ريت. ما عنديش مشاكل، عندي 5 اجهاضات متكرره، اول مرتين يدخل النبض ويختفي وباقي المرات لما يدخل النبض، برجاء الافاده. ما التحاليل المطلوبه؟ حالات الاجهاض المتكرر لا يمكن افادتها من خلال اتصال تليفوني ويجب حضور السيده للفحص. معانا اتصال تليفوني من ايمان. طب هدى، طب اي حد، طب نقول الو. طيب الى الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت، انا اسمي ايمان من الغردقه. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحت يا دكتور، انا كنت والده من 11 شهر. ايوه. وركبت اللوب على 40 يوم بعد الولاده. ايوه يا فندم. وعمل لي تعب كده ورفت اشيله، راحوا عملوا لي منظار، عملوا لي سونار. ايوه. ولقيوا ان اللوب مش موجود في الرحم. ايوه. وموجود في جوف البطن. ايوه. فانا كنت عايزه اعرف بس، انا هل اعمل منظار ولا اعمل؟ هم قالوا لي اعملي عمليه زي القيصريه كده. اسمها فتح بطن يا فندم، القيصريه هي عمليه ولاده، دي اسمها عمليه فتح بطن. طبعا المنظار ميزته انه هيشيل اللولب وحضرتك مش هتبطنك مش هتتفتح، مش هيبقى فيه جروح في بطنك، هتروحي بعد ساعتين ثلاثه من عمل منظار ويوميها بالليل هتباتي في بيتك هتاكلي وتشربي. قالوا لك افتحي بطنك لان اللي رحت لهم لا يجيدوا التعامل بالمنظار، حالات نادره جدا اللي بنخش بالمنظار ونفشل في استخراج اللولب ونضطر الى فتح البطن في السيده، المنظار هو الحل الامثل لان المتخصصين في المناظير قليل، فاللي مش متخصصين بدل ما يقولوا الحق يقولوا للست روحي لحد متخصص في المناظير احنا ما نعرفش، يقول لها تعالي نفتح بطنك، يعني بيرجوا فايدتهم وضررها ويسيبوا الخراب اللي بيحدثه فتح البطن. عملت اجهاض من سنه كان في حمل 4 شهور،
والسنه دي طلب مني تحليل لمعرفه الاجهاض سيتوميجالو فيروس وسي ام في. هذه ليست اسباب للاجهاض، ومطلوب منك هي تحليل اجسام المضاده، وما شخص على انه مرض هو مناعه من المرض. فمن طلب التحليل لم يقرا كتاب في الطب من 20 سنه وطلب التحاليل الخطا وقرا التحاليل خطا وكتب علاج خطا، وما زاد حضرتك الا هما وغما وبلا تشخيص طبي صحيح. الكيس الدموي على المبيض، هل ممكن يكون سبب تاخر الدوره لمده شهرين وظهور نتيجه ايجابيه في اختبار الحمل المنزلي؟ الاجابه طبعا لا. معنا اتصال تليفوني. السلام عليكم، الشكر الجزيل للدكتور عادل البيجاوي على المعلومات القيمه واسره البرنامج. فاطمه من المغرب، عمري 29 سنه، متزوجه من 3 سنوات ولم يحدث حمل خلال هذه المده. ذهبت للعديد من الاطباء ولم احصل على تشخيص صريح. قمت بتحاليل هرمونية وهي بعتاها، وإجراء أشعة بالصبغة أظهرت وجود انتفاخ بالأنبوبة اليمنى واليسرى سليمة. وصفت لي الدكتورة ميتفورمين والمنشطات 6 شهور دون حدوث حمل، مع العلم أن الدورة منتظمة وتحليل السائل المنوي جيد. الدكتورة أخبرتني أن أستطيع الحمل بأنبوبة واحدة. هل أعاني من تكيس المبايض؟ الإجابة نعم. هل ما زلت أتناول الجلوكوفاج؟ نعم. أحاول أخفض وزني؟ جيد. هل الأنبوبة المنتفخة تمنع الحمل؟ نعم تماما. وما تسعيه في حدوث حمل في وجود أنبوبة منتفخة لا طائل منه على الإطلاق. الأنبوبة المنتفخة تمنع الحمل لوجود سوائل بترتد من الأنبوبة إلى الرحم تعيق زرع الأجنة، وهذه الأنبوبة يجب غلقها بمنظار بطن، وكل ما تفعليه لا قيمة له دون غلق هذه الأنبوبة لو كان فعلا التشخيص صحيح والأنبوبة فيها انتفاخ والتهاب مزمن، وهذا شيء مثبت تماما علميا، ولا أعرف لماذا لا أحد يقول الحقيقة فيه. أنا من ليبيا، من 7 سنوات متزوجة، ما عنديش أطفال، بس حملت 4 مرات، سقطت واحدة زرع و3 طبيعي. مسار نصيب بهاي، في شهر 1 فات كنت في مصر في اسكندرية لمدة 5 شهور، دار لي عملية منظار، قال لي عندك الرحم أنبوبي ولحمية، ودار لي يعملوا منظار رحمي، والحمد لله باهي واللحمية نزلت مع الدورة. ده ما قالوا لك. وبعدين درت عملية الزرع بس ما حملتش. لو سمحت ممكن تفيدني أفادك الله؟ لو سمحت حضرتك محتاجة تعملي فحص جيد للرحم لنقول كلام علمي مثبت، لأن هذا الكلام غير مقبول أو مش صحيح في الأغلب. أنا متزوجة ليا 3 سنوات، عندي مشكلة في الدورة قبل الزواج بسنوات، باخد علاج منع الحمل تنظيم الدورة لمدة سنوات، توقفت أول الزواج، توقفت الدورة، بالإضافة لذلك عندي كسر في الغدة الدرقية مع علاج التحليل ممتاز. نعتذر على الإطالة، هل في إمكانية علاج لتنشيط تبويض؟ ولكم جزيل الشكر. عمري حاليا 41 سنة، العمر وحده يمثل مشكلة، لكن حضرتك أرسلتي معلومات عامة بدون أي تحاليل أو فحوصات عشان نقدر نصل لتشخيص الحالة، وما قلتيش حتى تشخيص صريح، قلتي إن أنا اشتكيتي بكلام المريضات عندي اختلال في الدورة، وما قلتيش كلام الأطباء التشخيص كان إيه، أو على الأقل التحاليل عشان إحنا نوصل لتشخيص. لو سمحتي عايزين الكلام ده. يا دكتور لو سمحت اريد سؤال عن سبب الاجهاض الشهر 5 والـ 6، علما ان اخر مره كانت في 5 وصار لي اجهاض مع وجود ربط في عنق الرحم، التحاليل كلها سليمه والغده والاجسام المضاده، وعندي قصر في عنق الرحم. ما قصر عنق الرحم ده سبب للاجهاض في الشهر 5 او 6، او ما يطلق عليه علميا ولاده مبكره. طب ما انا عملت ربط. لما هو الربط ما ليس الحل وحده، الربط واحد من منظومه الحلول، ووحده قد يطيل امد الحمل، ولكن بعض الحالات قد يحدث برضه الاجهاض او الولاده المبكره. انا من ليبيا متزوج من 5 سنوات، حملت من اول شهر بسبب الاحداث والثوره والظروف لم اخد علاج، عاش حمل ومات في الشهرين ونصف. اولا العلاج والمثبتات اول الحمل فضل وليست فرض، مش معنى ان حضرتك حملتي وما خدتيش مثبتات ان معنى كده ان الحمل ينزل. المثبتات اخترعت في الطب من 25 سنة فقط، ومن ملايين السنين من يوم ما اتوجد البشر على وجه الارض فالسيدات تحمل ويكتمل حملهن ويلدن دون مثبتات، فالمثبتات ليست هي الاساس ليستمر الحمل، ومش معنى ان كان في احداث وان انا ما خدتش مثبتات ان ينزل الحمل. الحمل نزل لانه كان ضعيف، والحمل الضعيف المثبتات لا تحييه، فاخذ المثبتات لا يحيي ميتا، والمثبتات تطيل امد الحمل. اللي كان هينزل يوم السبت هتخليه ينزل السبت اللي بعده فقط لا غير لو كان الحمل ضعيف. أما المثبتات لا تحيي ميتا ولا توجد من عدم، ولا وليست هي الوسيلة للحفاظ على الحمل. وما يقال في كتب الطب عن المثبتات أنها مجرد وسيلة لإلهاء السيدات وإعطائهن أي شيء وهم ماشيين في إيدهم عشان يحسوا أنهم بياخدوا علاج، أما كثير من المراجع الطبية بتنفي الاحتياج ليها أو فايدتها الطبية على الإطلاق.
وقال لي دكتور لسه في صار لي حمل بعد سنة، عاش جنين 3 شهور وقال لي في نبض ونزل لوحده بعد 4 ايام. لم اعرف سبب اجهاض لا الاول ولا الثاني، بس عملت تحليل فيروسات طلع عندي بكتيريا القطط والكلاب. حاشاك الله حاشاك الله، هذا ليس طبا على الاطلاق، هذا ليس طبا. حضرتك سيدة وآدمية، ففيش حاجة اسمها مرض قطط ولا كلاب ولا عرس ولا فران، هذا وهم طبي يصدره الأطباء الذين لا يقرؤون كتابا، وهذا ليس سبب للإجهاض ولم يكن سبب للإجهاض من عشرات السنين، ولم يكن سبب للإجهاض المتكرر أيام ما كانت كتب الطب تتحدث عنه، وعليك الذهاب إلى منظومة طبية أعلى للحصول على تشخيص أوضح. وهقول لحضرتك كلمة أخيرة كده، لو كانت مشكلتك إجهاض متكرر لحملتي كل شهر ها بدوء واجهاض، حضرتك عندك مشكله ان الحمل بيتاخر بسنه ثم لما بيحصل حمل ضعيف واجهاض، فيجب ان يكون هناك تفسير للمشكلتين مش لمشكله واحده. معانا اتصال تليفوني. ايوه السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام يا فندم. ايوه يا فندم، انا بنتي عندها حمل كان خارج الرحم، وسادة الاطباء شخصوا يعني ان هم لسه في الاسبوع الرابع داخل على الاسبوع الخامس، فقرروا ان هم حضرتك يبتوها حقنه اللي هي الحقن الكيماويه دي. مستوى هرمون الحمل كام؟ مستوى هرمون الحمل كام؟ مستوى التحليل كان الاول 6000، اما عملت حضرتك ثابت المثبتات وحمض الفوليك والحاجات دي كلها تركوها يوم نزل ل 5000. فالساده الاطباء قرروا قال طالما بينزل طبيعي كده احنا هنبتدي نديها الحقنه وكده، فهي حضرتك خدتها وعادت للمنزل وكده. عايزه اعرف حضرتك لو سمحت يعني قالوا لها هتيجي بعد اسبوع، بعد اسبوع ده نسبه الهرمون هتبقى اقل ولا هتعلى ولا هتبقى ايه ان شاء الله؟ الله يعلم الغيب، لكن انا اعلم الطب. الطب بيقول ان الحقنه ممنوعه ولا تجدي في الستات اللي هرمون الحمل فوق 3500. تمام؟ ايوه لا تبدي. أيوة. خلاص ده الطب له قواعد واضحه محدده بالارقام، الحقنه لا تبدي ولا يجب اعطائها في هرمون الحمل فوق 3500. في حالتها هم اعتمدوا على ان هرمون الحمل بينزل، طب هو بينزل لوحده يعني الحمل بيموت، طب ما ندي ده ونساعد ان هو يموت يبقى نلحق نشتغل بالحقنه. الكلام ده جميل بشرط ان ما يحصلش تجمع دموي في الحوض من اثر اماتة الحمل خارج الرحم، لان التجمع الدموي لو حدث هيبقى مجال لان ميكروب يدخل في الدم اللي هو وسط جيد جدا للميكروبات فيلهب الحوض والانابيب، فنعالج الحمل خارج الرحم ونترك للست انابيب ملتهبة باظت ولم يعد منها جدوى. وبالتالي اللي يدي الحقنة لازم يتابع الهرمون كل 48 ل 72 ساعة، اللي يدي الحقنة لازم يعمل للست سونار مهبلي كل 48 ساعة. أما إعطاء علاج كيماوي وترك ست في البيت لمدة أسبوع فهذا نقط، واسمحي لي بعدم التعليق. السلام عليكم. عندي تكيس، دورتي كانت مدتها كل 28 يوم وشهرين اللي فاتوا اتغيرت من 30 يوم، تابعت تبويض كان في بويض 14، خدت يوم 16 دوفاستون 5 ايام حبتين فاتت وما نزلتش ونحس الم في الصدر كتير، هل هذه علامات الحمل ولا شو؟ الحمل بيتعرف باختبار حمل دون سؤال طبيب، بنعمل تحليل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله كل خير. اخر ولاده قيصريه، الدوره منتظمه 32 يوم، عقارب جلوكوفاج منتظمه، انجبت عليه 3 اولاد على العلاج، حاليا عندي تبويض، عم اشعر بألم وضغط على المهبل ايام التبويض، ارغب في حمل جديد، عمري 38 سنه. بالتوفيق، حضرتك تابعي مع طبيب وان شاء الله يبقى فيه فرص كويسه. انا كشفت عند حضرتك، اكيد تقصدي تقولي كده يعني بدل اللفظ المكتوب ده، اخدت العلاج تعب جنبي. حضرتك اتصلتي وبعتي الرساله دي اكتر من مره، وفي جمله ظريفه جدا على مريضات العياده الاتصال بالعياده. مساء الخير، كنت هسأل حضرتك على المنظار، عندي كحة وحضرتك عملت 6 ثقوب في المبيض الأيمن، ليه 6؟ أنا رديت على حضرتك، تحبي حضرتك يبقى العدد كام؟ فلما حضرتك تحبي العدد كام أبقى أرد على حضرتك، بس أنا أرد على حضرتك إن العلم إن عملية تثقيب المبيض بيتعمل من 4 ل6 ثقوب في المبيض، وهذا عملي. أما عمل حضرتك فيجب عليك الالتزام بالعلاج.
السلام عليكم، ربي يفتح عليك ان شاء الله، رزقت بنت وبعدها هنحمل مرتين يتوقف النبض. الان عندي بكتيريا كلاميديا والدكتوره وصفت لي على مضاد حيوي وباقي على الدوره 6 ايام، هل لو اخذته طلعت حامل؟ انا رديت على حضرتك ان يجب تاخير هذا العلاج، علاج الكلاميديا غير امن في اول الحمل ويجب تاخيره الى ما بعد نزول الدوره. اما الكلاميديا فهل تكون سبب في توقف النبض؟ الكلاميديا لوحدها ليست سبب في توقف النبض، لكن الكلاميديا هي اقصى وافظع الميكروبات انتشارا اصابه لانابيب السيدات، فاذا اصابت الانبوبه، مش الكلاميديا بقى، اذا الانبوبه بقت ملتهبه سواء بالكلاميديا او غيره، فاذا التهبت الانبوبه وفيها سوائل والتهاب مزمن هذا يسبب عدم حدوث الحمل، واذا حدث حمل قد توقف نبضه تمام، لكن الكلاميديا مش هي ده، التهاب الانابيب باي ميكروب هو اللي يعمل ده. السلام عليكم، ربنا يجازيك حضرتك خير، بعت الرسالة بعد ما سمعت عن حضرتك، ما شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتك، متزوجة بقالي 2 سنين للأسف، عايشة في السعودية، لفيت كتير مفيش نصيب. تحليل الزوج، حضرتك بعتي صور كتير لتحليل الزوج، تحليلي كويسة بس عندي تكيس، يعني طبعا كلام مش مقبول لان التكيس خلل هرموني، فلا يمكن تبقى عندي تكيس والتحاليل كويسة، لا التحاليل بتثبت ان عندي تكيس بس هم بيجاملوني ويقولوا لي انت كويسة وزي الفل وما عندكيش حاجة، الكلمة الشهيرة لأطباء النساء والتوليد. عملت اشعه بالصبغه من شهرين، خدت منشطات كتير بس وقفتها، مش عارفه اعمل ايه، الله يكرمك دكتور لو تقدر تساعدني. علاج تكيس المبايض يجب تشخيص الحاله، وتشخيص الحاله بتحليل هرمونات، تحليل الهرمونات مش بس بتقول الست عندها تكيس، بتحدد الدرجه احنا فين، وتحدد بالتالي خطه العلاج وفرص حدوث الحمل. فعلاج تكيس المبايض يبدا بتشخيص لدرجه المرض. دايما انا اقول للناس كده، حضرتك ممكن تروح عماره فيها 100 ساكن، فيها 20-40 عيلة، وتسألهم فتلاقي فيه 20 شخص في العمارة دي عندهم مرض واحد اسمه مرض ضغط، وتلاقي كل واحد فيهم بياخد علاج، وواحد ما بياخدش علاج وفقط بيخفض وزنه، واحد بيخفض الملح في الأكل، واحد بياخد قرص واحد، واحد بياخد دوائين، واحد بياخد 3 أدوية، واحد كان محجوز في العناية المركزة عشان يظبط الضغط، كلهم عندهم نفس المرض اللي اسمه ضغط، كويس؟ لكن العلاج اختلف تماما طبقا لدرجة المرض، وبالتالي مش قاعده كده انا عندي تكيس قول لي انا عندي علاج ايه، لا انا عندي تكيس درجته ايه، تحاليلي ايه، فحوصاتي ايه، المحاولات السابقه ايه، عمري ايه، انتظام دورتي ايه، كل دي معايير يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار. يعني في ستات نبص في التحليل بتاعتها نقول دي لازم تعمل منظار مباشره لعلاج التكيسات، فتيجي الست دي تقعد قدامي فلاقي الست دي عمرها 22 سنه متزوجه بقى لها 2-3 شهور فما خدتش اي فرص لعلاج فغير القرار مباشره، ونبص التحليل واحدا نقول ده لازم تعمل منظار لعلاج التكيسات، ده التكيسات درجتها شديده جدا، فنلاقي تحليل زوجها سيء وبالتالي يوقف قرار المنظار، لان المنظار لا يجرى الا اذا كنا استبعدنا كل العوامل الاخرى. وبالتالي العلاج لاسم المرض اللي اسمه تكيس مبايض فيه قواعد عامه، لكن لازم هذه القواعد العامه الدكتور الشاطر هو الايه اللي بيفصل، شاطر بيقول ان العلاج كده، بيقولوا على الجمله كده في الطب should be tailored، لازم يتفصل يتأيف يتظبط على حاله كل واحده طبقا لمعطيات هذه الحاله. لا فعشان كده احنا هنا ما نقدرش ندي علاج، احنا بندي قواعد عامه، ست عندها تكيس مبايض يعني عندها خلل هرموني، يعني لازم نعمل تحليل هرمونات، درجه الخلل تحدد خطوات العلاج، في خطوات عامه للعلاج بنتكلم في 1-2-3، لكن السيده فلانه الفلانيه تاخد ايه من خطوات العلاج دي؟ ده خبرة ومهارة طبيب طبقا لحالتها الخاصة جدا هو اللي هيحدد ايه اللي هيتم. انا متزوجة من 2 شهر كشفت عن اثناء البيريد معرفة ايام التبويض، قالت لي كل شيء تمام، طبعا لا يمكن الكشف اثناء البيريد يعين التبويض، ولم تأتي الدورة، ذهبت لها وكشفت قالت عندك كيس على المبيض حجمه 3.5 × 3.5 مائي، بس الكيس بداخله اكياس صغيرة، وقالت محتاجة عملية على الفور، وانا خايفة ارجو الرد، هل يخف بالعلاج الدوائي؟ طبعا يخف بالعلاج الدوائي، وليس هناك داعي الى اجراء جراحة مباشرة بهذه الحالة، خاصة ان واحدة متزوجة بقالها 2 شهر وان ده كيس مائي. السلام عليكم، ان شاء الله يسعدني الحظ، انا يا رب تكون بشرة خير زي ما حضرتك كنت لناس كتير، بس مشكلتي مش عارف احجز، مش قادر اظبط ميعاد الدورة، ممكن تقدم او تأخر، الصعوبة في الحجز، وهل من المشاكل اذا حضرت؟ حضرتك تعالي في اي وقت واحنا هنتصرف وهنعمل نظبط اللي مطلوب كله. معانا اتصال تليفوني للأسف. طيب
السلام عليكم، انا من مرضات العياده، خد تنشيط للتبويض، وهل طبيعي تتاخر الدوره اذا لم اخذ الحقن التفجيريه لظروف؟ طبعا، لان عدم اخذ الحقن التفجيريه بيسبب فرصه اعلى لان البويضات لا تخرج وتكون اكياس على المبيض، والاكياس على المبيض في الستات اللي واخدين تنشيط للتبويض شيء وارد وبيحدث في قرب 30% من الحالات، وشيء غير مزعج، مفيش حد يزعج سته. لا بص، المنشطات اللي كتبها لك الدكتور عملت اكياس. ايوه يا سيدي، هنوقف المنشطات شهر، الاكياس دي هتروح، حاجه بسيطه جدا. لكن عدم اخذ الحقنه التفجيريه بيزيد نسبه تكون الاكياس، واذا تكونت اكياس قد تتاخر الدوره. انا عمري 23 سنه، اتزوجت وحدث حمل من اول الزواج، بعد ما عرفت الحمل نزل دم، قالوا لي التزم الراحه، ولدت وبعد الولاده حسيت بتعب، تم تشخيص الحاله على انه سقوط مهبلي والمعروف بسقوط في البدن. قالت لي الطبيبة على تمارين رياضية قمت عملها، وقالت ان التطور لهذا العلاج يتطلب اجراء عملية، قد تنزل الدورة ويحدث حمل وممكن ان لا تنزل ولا يحدث حمل، هل يوجد علاج لهذه الحالة غير العملية؟ هو العلاج لهذه الحالة هو العملية، لكن لا علاقة بالعملية، ما حدش قال ان العملية بتمنع الدورة. يعني العلاج اللي عند حضرتك ده اذا كان سقوط لازم نعرف هو سقوط مهبلي ولا سقوط رحمي. نمرة 2، من الصعب جدا ان ست يحصل لها سقوط مهبلي او سقوط رحمي بمجرد ولادة واحدة، الا اذا كان الست دي عندها ضعف شديد في اربطه الرحم، او اذا كانت الولاده دي كانت ولاده قاسيه جدا، يعني حد قعد وست بتولد غلط، حد قعد يخليها تحزق لفتره طويله، حجم البيبي كان كبير، عنق الرحم ما بيفتحش، ولاده استخدمت فيها الات او جفت، في سوء في ممارسه حدث الولاده ادى الى اهلاك واضعاف الاربطه الرحميه او المهبليه. لازم نعرف ده سقوط مهبلي ولا سقوط رحمي، سقوط مهبلي امامي ولا خلفي ولا الاثنين، سقوط رحمي من انهي درجه. تمام، في كل الاحوال التمارين بتفيد، لكن بعد كده الدرجات الشديده محتاجه عمليه. العمليه تمنع الدوره زي ما قيل لحضرتك؟ لا. العمليه تمنع الحمل؟ لا. حضرتك اذا حملتي بعد كده تولدي مهبليا؟ لا، لازم تولدي بولاده قيصريه مع ضبيب كويس. هل دوالي المهبل خطر؟ دي السؤال ده كان جه المره اللي فاتت لما قعدت تقول انا عندي دوالي في الرحم، وبعدين اتضح انها دوالي المهبل. هل دوالي المهبل الخطر بالنسبه للولاده الطبيعيه؟ اذا كانت كبيره ومتمدده وحصل لها انفجار وقت الولاده هتسبب نزيف شديد. انا عندي تكيس على المبايض ليا سنه وثلاث شهور متزوجه، واتابع عند دكتوره في ليبيا، الحمد لله قالت لي التكيس تم للدواء طبعا ديرترجين، بس ما زلت محمل، تبيش تنصحني؟ انصح حضرتك انك تروحي لطبيب متخصص يقول الحقيقه، لان تكيس المبايض لا ينتهي ولا يشفى ولا يخف ابدا، وتكيس المبايض مرض مزمن كتب على جبين السيده التي اصيبت به انها متكيسه ابد الابدين، زي ما اللي عنده ضغط ده عنده ضغط ابد الابدين، وزي اللي عنده سكر عنده سكر ابد الابدين. فقط العلاج يضبط الضغط او يضبط السكر او يضبط التكيس لكن لا ينهيه، لكن هذه خداعات اطباء النساء، فهم اكثر الناس لسانا حلاوه واكثر الناس تلاعبا بالالفاظ واكثر الناس خداعا للاسف للسيدات. الكلمه الشهيره انت زي الفل، انت ما عندكيش حاجه، واللي عايزه تحصل على هذه الكلمات رجاء لا تستشرنا. دايما بيجي ستات كده زي اللي قابلتها من يومين عايزه تيجي عشان نختم لها، نقول قدام زوجها وقدام اهلها ان انا ما عنديش حاجه وان انا ما عنديش اي حاجه، بس انتوا يعني ادوني شهاده بده عشان اقول وافتخر ان ما عنديش حاجه. فاللي حابه مثل هذا الخداع الحقيقه ما تجيش لمكان بيتعامل مع العلم وبيقوله. السلام عليكم، زوجتي اخذت جلوكوفاج مرتين يوميا هذا الشهر كامل، تاخرت الدوره عن موعدها بعد ما كانت منتظمه كل 30 يوم، بعدها بخمس ايام تاخرنا، ذهبنا عمل تحليل حمل لا يوجد. السؤال، هل اخذ الجلوكوفاج بمفرده يؤخر الدوره؟ لا طبعا، الجلوكوفاج اخذ لان الست عندها مرض اسمه تكيس المبايض، المرض يؤخر الدوره وليس العلاج. طيب معانا اتصال تليفوني. الو. ايوه يا فندم اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا من الاقصر. جميل. فانا رحت دلوقتي، كنت متابعه عند دكتور هنا اسمه الدكتور سيد طه، فجيت كشفت فقال لي ان انت عندك قرحه في الرحم. وبعدين قال لي لازم هنمشي بالعلاج 3 4 شهور، وبعدين لازم هيكون في منظار. انا حضرتك متجوزه من 4 سنين، واول ما اتجوزت حملت على الام معايا احمد 3 سنين. وليا سنه ونص وانا سايبه الوسيله، كنت باخد المايكروسيبتا بتاع الوحده الصحيه عندي، فمشيت عليه فسبته من سنه ونص بالظبط. ما حصلش اي حمل، دورتي منتظمه كامل، يعني بتجيني كل شهر منتظمه. بس حكايه فرشه الرحم ما فيش حمل خالص.
مش عارفه يا دكتور اعمل ايه. يعني انا فعلا ولا في حاجه اسمها قرحه الرحم فعلا، مش عارفه انا اعمل ايه. حاضر، عشان نعمل يعني علاج، عشان نعالج لازم تشخيص. قلنا وبنقول تاني، لا يوجد مثل هذا الوهم الذي يصدر للسيدات اللي اسمه قرحة عنق الرحم. فقرحة عنق الرحم كان من زمن يعتقد انها التهاب مزمن في عنق الرحم، وكان يعتقد ان هذا الالتهاب المزمن يمنع الحمل. ثبت بالدليل العلمي القاطع ان قرحة عنق الرحم ليست تقرحا، وهي ليست إيروجن زي اللفظ الطبي ما كان بيقول اللي معناه وترجمته تقرح، ولكن اكتبي واللي معناه وترجمته خروج للغشاء المبطن لقناة عنق الرحم إلى الجزء الخارجي من الرحم ليخدعك ويظهر منظر الرحم بأنه محمر، فيديك إحساس أنه فيه التهاب. وأي سيدة متزوجة وأي سيدة سبق لها الحمل وأي سيدة استخدمت علاج هرموني لفترة هيبقى عندها مثل هذا المنظر من الرحم، وهو اكتبي. ولا يجب إيهام السيدات بأن هذه قرحة، ولا يجب إيهام السيدات بأن هذا التهاب مزمن، ولا يجب إيهام السيدات بأن هذا سبب لمنع الحمل، ولا يجب كي عنق الرحم، لأن كي عنق الرحم مدمر للخلايا اللي في عنق الرحم اللي بتفرز الإفرازات الزلالية اللي بتساعد صعود الحيوانات المنوية. وبالتالي الوهم الذي يصدر للستات إن عندك قرحة هي اللي منع الحمل ولازم تكويها، فالكي هو الذي يمنع الحمل وليس وجود القرحة على الإطلاق. تمام؟ ده واحد بالنسبة للقرحة. نمرة اتنين، بالنسبة لحالة حضرتك مفيش تشخيص واضح عشان نقدر نجيب ايه اللي يتعمل، فلو سمحتي يجب الذهاب لمتخصص لبيان في تشخيص وفي مشكلة ايه اللي هي حاجة طبعا بعيدا عن مين، عن القرحة. طيب، السلام عليكم، هل التحليل المنزلي يعطي النتيجة الصحيحة 100%؟ ارجوك اريد الرد في اسرع وقت. ان شاء الله ممكن، بس لما يتعمل في وقته المظبوط. وحضرتك انا كده رديت الحقيقه بعد 3 4 ايام مما حضرتك ارسلتي. طيب، معانا اتصال تليفوني. الو. يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلامتك طيب يا دكتور. وانت بالصحه وكل سلامه، ربنا يخلي حضرتك. انا سني 44 سنه. كويس جدا. وحصل لي حمل من سنتين. عظيم. معايا حضرتك؟ معاكي. فالحمل كان فيه حمل خارج الرحم وحمل داخل الرحم. ده اللي قاله لك. فطبعا الاثنين نزلوا، بس حصل لي انفجار في الانبوبه الشمال. ده اللي قالوه لي. من ساعتها ما حصلش حمل، بس انا كنت بعمل متابعه تبويض يعني وكده، والتبويض كان كويس، بس لما خدت السفال دي بتاع فيروس سي لقيت نسبه التبويض ضعفت خالص. وتفتكري نسبه التبويض ضعفت من السفال دي بتاع فيروس سي، ولا ضعفت من ان بقى سنك 44 سنه؟ لا انا عايزه افهم يعني، ممكن عمليه الحبل المجهري تنفع معايا عشان السن وكده ولا ايه؟ اولا في كل الدول العالم المحترمه ممنوع ان سيده تجري حقن مجهري وهي سنها فوق 43 سنه، لان تقريبا لا يوجد نسب للنجاح في كل دول العالم ايه المحترمه. حتى لو تحاليل الست كويسه جدا، وصول السيده لسن فوق 40 سنه بيخفض جدا نسب نجاح الحقن المجهري، حتى لو التحاليل كويسه وحتى لو مخزونها من المبيضات ممتاز. تمام؟ وبالتالي بعد 40 سنة كل شهر محسوب بالسلب على السيدة. وفي دول العالم المحترمة والمتقدمة علميا والتي تحافظ على قواعد العلم يمنع إجراء الحقن المجهري بعد سن 43 سنة، لأنه يعتبر إهدار لوقت ومال وآمال السيدة وفرص نجاحه شبه منعدمة. لكن كمان عشان نحكم في حكم اسمه تحليل لبيان المبيض وكفاءته، لكن كمان لازم نقول حاجة، ان ست عمرها 40-41 سنة جالها حمل خارج الرحم وشخص خطأ انه داخل الرحم لحد ما انفجرت الانبوبة، وساعتها فتحوا البطن وشالوا الانبوبة، بعدين قالوا لها لا لا احنا ما كناش غلطانين، ده هم كانوا داخل وخارج. تمام؟ نقوم نشوف قواعد الطب بتقول ايه. بتقول ان كان المفروض ان احنا نبقى شاطرين ونكتشف الحمل خارج الرحم مبكرا، ان اذا اكتشفناه مبكرا نعالجه، ان اذا ما عرفناش نعالجه نعمل منظار، ان انفجرت الانبوبه واضطرينا لفتح البطن ان ده بيعمل التصاقات ويدمر الانبوبه الثانيه، فما نقعدش الست سنتين نقول لها نتبع التبويض والتبويض كويس ومحدش يعمل اشعه بالصبغه يشوف الانبوبه الثانيه. تمام؟ و مكتوب في كتب الطب ان اي اجراء جراحي لحمل خارج الرحم حتى بالمنظار اللي هو لا يحدث التصاقات يجب بعد شهرين منه تروح تعمل اشعه بالصبغه عشان تطمن الانابيب اخبارها ايه. وقلنا ان الاشعه اللي بالصبغه بتبين الانبوبه سالكه لا، لكن ما بتبينش بكفاءه في التصاقات ولا لا،
كان المفروض الكلام ده كله يتعمل، وكان المفروض يبقى في منظار يتعمل لبيان ايه اللي احدثته الجراحة التي فتحت بطنك واستأصلت الانبوبة. الان الوقت تأخر كثيرا للأسف الشديد. معانا فاصل، وبعد الفاصل نواصل اهتماماتكم وهمومكم اللي بتسعدنا اتصالاتكم وتواصلكم وبتهمنا آلامكم وتجاربكم. كل السيدات وكل الأنسات فاصل، وبعد الفاصل بشرة خير ونواصل. بشرة خير والله وهلا نسأل ليه، بشرة خير والله وهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل السيدات وكل الأنسات، عادت إليكم ومعكم وبكم بشرة خير، شايلها الطير تنور ليل لقلب عليل بيحلم من زمن بطفل جميل. لكل من أكثرت في الليل من الدعوات وابتهلت لرب السماوات أن يهبها طفل جديد من البنين أو من البنات، هنا دائما الموعد وهنا دائما اللقاء وبشرة خير. السلام عليكم، ده رسالة. متزوجة بقالي 5 سنوات، فضلت سنة واربع شهور مش بيحصل لي حمل، خدت منشطات لان عندي تكيس، حصل حمل دلوقتي معايا بنوتة بعدها بسنة، جوزي بيسافر، حصل لي نزيف، رحت لكذا دكتور في الشرقية، في الاخر عملت عملية تنظيف برضو النزيف مش وقف، ده لغة الشرقية على طول، واخدت علاج لمدة 3 شهور، كمان عملت مناظر رحم اسمها منظار رحم، قال لي عندك بطانة الرحم سميكة. هذا يا سيدتي من تكيس المبايض، ولم يتم علاج تكيس المبايض جيدا فستتكرر هذه اللحمية اللي دكاترة النساء لفظهم لسمك بطانة الرحم. وانا كشفت هنا الكشف ب 500 ريال مش هينفع اروح تاني لان الظروف مش هتسمح. الدكتورة قالت لي تعالي تاني يوم الدورة اديك منشط. الدكتور تقول لي على حاجة اعملها، يا ريت حضرتك تفقدي الوزن، ده مهم جدا. تمام. طيب انا فحص مخزون المبيض 2.8%، اريد ان ازرع، هل ينجح معي؟ ان شاء الله ينجح، هذا المخزون جيد يعني. هي برضو في رسالة اخرى بتقول ان بعت تحاليلها وبتقول ده تكيس ام عبد الله، مش عايز اكمل اللقب، بس هذا تكيس مبيض من درجه ضعيفه، هل يحتاج لعمل منظار؟ هو برضو الحكم على ان السيده محتاجه تعمل منظار ولا لا، التحاليل دي ما هياش بتقول ان ده تكيس درجته شديده قوي، لكن الحكم لمن يرى الحاله، للي يقعد قدامها، للي يعمل لها سونار مهبلي، للي يفحصها، للي يسمعها، يشوف سنها كام سنه، متزوجه قد ايه، محاولات التنشيط قبل كده، يعمل تحليل لمخزون المبيض من البويضات، يعمل سونار يشوف حجم المبيضين، درجه التكيسات، الاستجابه لادويه التنشيط، كل دي معايير يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار. انا ما اقدرش اقول مباشره دي تعمل منظار او ما تعملش بمجرد التحليل ده. التحليل مش سيء، لكن ده ليس معناه ان حضرتك ما تعمليش منظار. حاضر، احنا هنخلص قدامنا بالظبط دقيقه. طيب انا فحص مخزون خلاص، تكيس شهرين يؤخر نزول الدوره مع انها منتظمه، لا متزوجه من 4 سنين وارزق نفسي في بيبي السعوديه، رحت لاكبر مستشفيات احسن دكاتره يقولي عندي ضعف الطبيب بسبب تكيس مبيضين، وعندي لحميه خارج جدار الرحم، واخدت تنشيط كتير وابر جونال اف ولم احمل، تعبت من التكيس ما بحملش، نفسي اجيك مصر بس ظروفي ما تسمح، حاسه شفاي وخلف على ايدك يا رب، ربنا يوفقني ويوفقك. حضرتك افقدي وزن، حضرتك لازم تمشي على خطه علاج صحيحه، 4 سنوات وتكيس مبيض لم يحدث حمل، هذا واحد من الدواعي لعمل منظار، فدي حاجه يتعمل لها منظار. طبعا واحده بتسال على القرحه، احنا جاوبنا على القرحه، وبرده في تحليل مبعوث لصديد ومزرعه بول مش هقدر اشوفه، التحليل الصوره بتوصل ضعيفه قوي يا جماعه. عندي انبوبه شمال مسدوده، البطن كبيره شويه، اريد اتواصل معك بالاسكندريه، رجاء الاتصال بالعياده بعد اذنك، عندي تكيسات في تاخيرها لبرون، سالت عن حدوث نزيف الاسبوع الماضي من فصال مشيمه في الاسبوع 14، نصحتني بالراحه، عندي الم على فترات، ما تفسير ذلك؟ ده انقباضات الرحم الطبيعيه مع الحمل. هل ممكن اسافر 3 ساعات؟ طبعا الراحه التام اهم شيء في علاج حضرتك، السفر بعد ثبات الموقف تماما وانقطاع الدم تماما وثبات المشيمه في مكانها. احنا عندنا كم كبير جدا من الرسائل بحاول اجاوب عليهم خلال الاسبوع، وربنا يعلم مدى الاجتهاد والجهد، لان الكم كمان من المعلومات كبير قوي، بنختار معظمهم للاجابه عليهم في المعلومات المفيده. يعني الموضوع بقى مرهق لفريق عمل صفحة البرنامج وليا، لكن يسعدنا دايما استقبال اتصالات حضراتكم وتواصلكم، حقيقي انا شخصيا بستفيد من بعض الكلام اللي موجود،
كل السيدات وكل الانسات، لكن للاسف دايما لينا وقت ودايما هنمشي ودايما الاوقات الجميله واللحظات السعيده هتنتهي مع حضراتكم سعيدا. كل السيدات وكل الانسات للاسف كالعاده الوقت مر بينا، ارجو نكون بالبشرى جينا، وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا، وباذن الله اجيلكم في معادي بلا تاخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 بشرة خير. والبركة في البيت حلب، والبركة في البيت حلب، الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعاية، الصبر ما تعبه هتهون ومشاكله معانا اتحلت.